حد طلب منك تعمل باراجراف غير تقليدي غير عادي غير يبقى هو ده line disappearing او اختفاء الاسود، ودي مشكله جايه ان شاء الله طالما ما تهمناش. انا عارفه انت اهم حاجه عندك عدم اختفاء الدجاج، بس اوكي. الباراجرافات اللي من النوع ده احنا بنتكلم على مشكله بيئيه او مشكله حقيقيه فعلا. فانا هبدا خالص معاك لازم ابدا بصدمه يا شباب. Will you، وده سؤال غالي، Will you surprise، لو هل انت هتتفاجئ if you know that، هل انت هتتفاجئ لو عرفت ان ايه يا باشا، there are new جد، معلش انا اختصرت، there are many haunting parties، يعني باراجراف يعني مئات من حفلات الصيد او الكثير من حفلات الصيد، are hold وتقام فقط، to kill lions، to kill lions بس عشان يقتلوا الاسود، just فقط يعني تخيل انه هيخلص على روح، just for sport لمجرد انها رياضه. طبعا ده يعني شيء مؤلم جدا مش للاسود وبس، لنا احنا الاسود دي كائنات يعني مؤذيه، لا مش مؤذيه غالي، دي كائنات بتدور على الاكل، ان هي كائنات لحمه ست بتتناول اللحوم. هي برضو لازم اعرض المشكله، ده جزء من الباراجراف الاول، خش معاه في الجزء الثاني من الباراجراف الاول برضو اللي هو يعتبر مقدمه، اللي هو وي ماست نو، احنا لازم نعرف، مش هقول لك بقى ان ده خطر، لا وي ماست نو ذات او وي ماست نو ذات، اه ماشي لازم اكتب ذات، حط كومة غالية عشان تكمل. The wild life اللي هي الحياة الايه البرية، الحياة البرية ديت اسمها wild life، the wild ايه life يا غالي، مالها هقول لك اهو. خد بالك انا بتكلم عن ان الاسود جزء من النظام البيئي الايكو سيستم اللي احنا عايشين فيه. The wild life is important، مهمة for our ecosystem، عشان مهمه للنظام الايه البيئي برضو، ما انتش فاهم هفهمك. الاسود بقى اللي هي lions are او take part، تاخد يعني بتاخد جزء او بتلعب دور in this system، بتلعب دور في النظام ده اللي هو النظام البيئي، as على اساس ان هم they control او eat عادي يعني مفيش حاجه، او eat the numbers of mammals، mammals يعني الثدييات، هي بتتحكم في اعداد الايه الثدييات. ده كده الباراجراف الاول. الباراجراف الثاني هتكلم فيه عن خطوره او ان ليه الاسود بتختفي، لان الفلاحين بيبداوا ان هم يموتوها خايفين على اللايف ستوك بتاعتهم، كاتل، كاتل اللي هي الماشيه يعني، او لايف ستوك الماشيه لايف ستوك are important، طبعا مهمة جدا، ما احنا هنعيش منين يعني، to the villagers، to the ايه مهم جدا للراجل اللي هو الفيليجرز اللي هو مش الفلاح القروي، الفلاح ده بتاع الارض، لكن الفيليجرز ده المزارع اللي هو القروي اللي هو بيربي الحيوانات الاليفة بتبقى عايشة معاه في البيت اساسا بط، لكن they often go missing، طبعا يا اما يصحى الصبح ما لاقيهمش اساسا وغالبا الصغيرين منهم، or attacked او بيتهاجموا اساسا وهم بيرعوا، or are attacked، خد بالك دي مبني للمجهول اهيت، by lions بواسطة الايه غالي الاسود، تمام لحد كده مش تمام خالص، ده احنا كده هنزعل، so لذلك هم بيخلصوا عليهم، they killed
lions، عشان كده هما بيموتوا الأسود. تمام؟ as على أساس إن هما as they، لأن هما قلقانين worry about، worry اهي worry about يعني قلقان عن، worry about losing more losing زعلان على اساس ان هم هنشتغل على الحل، ما احنا مش هنقعد تقول المشكله من غير حل، احنا لازم نحل. فهنقول lions اللي هم الاسود يعني are disappearing، دي المحصله النهائيه انه الحيوانات او الاسود بيختفوا من العالم all over. طبعا الاسود بالمناسبه مش في كل العالم، وفي افريقيا اكتر، افريقيا هم موجودين بشكل مبالغ فيه في افريقيا، خد بالك يعني. But لكن there is برضو اختصرت an amazing organization، organization دي يا شباب يعني منظمة، وخد بالك من نقطة الاس دي بتتنطق زي عشان بين حرفين متحركين اللي هو الاي والاي، شن organization called وبتدعى lion guardians، اللي هو خد بالك انها عشان اسم فبيبقى بالاثنين بالايه بالكابيتال، سوري lion guardian. ما تشطبش يا طالب في في الباراجراف ده، مش زي عشان انا ايه بعمل حاجه غلط مش صح، ما ينفعش تشطب. lion guardians كوما كده واكتب which، which يعني التي او الذي من غير العاقل او للعاقل، المهم which لا للغير العاقل، which is based، وهي موجودة أساسا أو ترتكز أساسا، based ديت يعني ترتكز أو تقع، يعني ممكن نقول is located الاثنين صح، in كينيا وتنزانيا، كينيا and تنزانيا، تنزانيا موجودة في الاثنين دول. حطينا نقطة وهنقوله أهداف المؤسسة أو المنظمة. The aim of this organization، الهدف بتاع هذه المنظمة. The aim of this organization is helping، مساعدة أو to help الاثنين صح، helping local people، بتساعد اللوكال بيبل اللي هم السكان المحليين يعني، عشان طبعا يحموا اللايف ستوك بتاعتهم. هو الفيليجرز ده كل مشكلته ان هو عنده لايف ستوك وعايز يحميها، ولا اسد لو يعيش في حاله هيعملوا ايه؟ to protect their own، own يعني يملك لايف ستوك، عشان تحمي اللايف ستوك بتاعته. تمام؟ and reduce تقلل، reduce هنا بمعنى تقلل numbers of killing lions، هما مش بس بيموتوا الأسود وكل الحيوانات اللي هي شبه الأسود زي النمور، بس النمور مش موجودة، النمور بتعيش في الغابات يعني، النمر تلاقيه في آسيا مش تلاقيه في أفريقيا. فاكتر حيوان بيتعرض للقتل في افريقيا هو الاسد، لانه هو ده موطنه الاصلي، يعتبر هم اللي عايشين عنده مش هو اللي عايش عندهم. تمام؟ از لا مش عايزين نقولوها دي كفايه كده. This is done، هذا بيتم فعله يعني باي بواسطه employing يعني توظيف local people، او ممكن نقول مسايمل من اللي هم الناس اللي هم مسايمن ديت اللي هم الناس اللي هم القبائل اللي عايشه في كينيا وفي تنزانيا، to become guardians عشان يكونوا guardians. ليه بقى يا باشا؟ as the، لان هما understand، هما اللي بيفهموا الاسد ماشي ازاي وعايش ازاي، they understand lions
تمام and have skills and have skills عندهم الخبرة to monitor monitor ديت يعني يراقب أو يتحكم their movement عشان يتحكم في الموفمنت بتاعة الحيوان تمام ان وكمان يجد فايند لان الناس بتطلق المشية بتاعتها missing livestock and cattle ويلاقي الايه so او او finally اخيرا المفروض انا اقول ده يبقى الباراجراف الاخير بس اوكي finally اخيرا lines are monitors monitored يعني طول الوقت متراقبين عشان يحافظوا عليهم every day تمام to be safe and عشان يكونوا في امان and away from livestock لان الاسد لما بيجي ياكل الحيوانات الاليفه دي ما بيبقاش عارف هي بتاعت مين وعايز يخلص وخلاص اخر جمله عايزين نقول ان اللاين جاردنز ديت ار فيري سكسسفول لاينز جاردنز ار فيري سكسسفول يعني هي منظمة الحفاظ على الأسود أو حراس الأسود are very successful ليه؟ ليه ناجحة جدا؟ they reduce أو they control أو they help the أو they save the future بلاش help خلاها save the future of lions دي نهاية دي نهايتكم بيحموا او بيحافظوا على مستقبل الاسود in their local طبعا في المنطقة بتاعتهم areas او local communities زي ما قلت لكم الاسود دي ده مكانها انت اللي جاي عليها وانت اللي بتربي حاجاتك في عندها يا باشا يلا بقى خسارة وحشة برضه